السلام عليكم خوتي اخواتاتي الميمات ديالي، كي دايرين؟ كلشي بخير، كلشي مزيان. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديالي يلقاكم تمام الصحه والعافيه ان شاء الله يا ربي. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد الحريشات مع الحين، كيجي ولدات بزاف، حريشات بطعم البيتزا على بركه الله. نبداو بالمقادير. عندنا هنايا نص كيلو ديال السميده، وراني درت هنا واحد معلقه صغيره المهم صاشيه ديال الخماره حمراء، خمارة ديال الحلوة. عندنا هنا الفرماج، الفرماج مربع تيدر. عندنا هنا يا الزيتون مخلط، الزيتون خضر والزيتون كحل. عندنا هنا الصلصة ديال الطماطم ديال البيتزا، صلصة ديال البيتزا. عندنا هنا يا الطون، وهنا عندنا السميدة باش نرملو الحريشات ديالنا. المهم هنايا مازال غادي ندير الزيت فهنا في سميتو في الحريشات، واحد المعلقة ديال سنيدة. وعندنا الماء باش غادي نجمعو الحريشات. بسم الله بركة الله، غادي ندير هنايا معلقة ديال سنيدة، غادي ندير الزيت. الزيت قياس 5 د المعالق هكا، كل 4 د المعالق باش نرملو الحريشات ديالنا، والملحة سمحي ليا، الملحة هانتوما. المهم الملحة هي القياس، قياس معلقة نص معلقة صغيرة صافي. كنرملو هادشي، هاد الحريشات كيجيو زويونين، كيجيو بالطعم ديال البيتزا، كيجيو ولدات بزاف. غادي نستعمل يدي، صافي. غنبداو نضيفو الما شوي بشوي حتى نشوفو القوام اللي بغينا. صافي الغزالات ديالي هانتوما كتشوفو الحريشة ديالنا، هي على هاد الشكل هادي. هكا كتكون خفيفة، ما خصناش نقصحوها حيت راه ما حدها كتقصح، حنا كنصاوبو الحريشات وهي كتقصح. صافي خليوها دابا هكا شوية على جنب، صافي ندوز نغسل يدي وانا معاكم. صافي دابا الغزالات ديالنا هانتوما حنا صابنا الحريشات، هيا عندنا السميدة هنايا، يعني جبت شوية ديال الزيت باش غندهن. هانتوما تشوفو الطريقة كيفاش غادي نديرو. بسم الله، غادي نجيبو شي شويه ديال الحريشات هكا، غادي نديروهم في السميده. غادي نديروهم هنايا، صافي هانتوما كنقادوهم هنايا هكا. صافي كنجيبو لاصوص ديالنا هنايا، كنديرو غير شي شويه ما كنكتروش، كنجيبو الطون يمكن نعمروهم هكا، كنديرو شي شويه وصافي. صافي كنديرو الزيتون ديالنا، كندير هذاك الفرماج، كنعاود عاوتاني نهزو، كنعاود نهزو غير شي شويه ديال الحريشات، كنديرو كويره صغيره على الاولى صافي، كنديروها فوق منها هكا وكنسدو بها. صافي صافي هكا، كنشعلو عليهم، كنستمرو هكايا حتى كنعمرو النقلة ديالنا وكنطيبوهم، وهانتوما غادي تشوفو الشكل كيفاش غادي يجي. أنا الغزالات ديالي من بعد ما طابو الحريشات ديالنا هانتوما شوفو كيفاش كيجيو هاد الحريشات. البنات راه كيجيو لذاد لذاد لذاد، من هكا تجي فيهم
طعم ديال البيتزا وكتجي هي حريشه وانت كتاكلي الحرشه، وهي راه في نفس الوقت راه بيتزا. كيجيو ولداد بزاف، جربوهم وردوا عليا في لي كومونتير وقولوا لي كيفاش جاوكم، غادي يعجبكم انا متاكده. يلاه بالصحه والراحه الحريشات، ورمضان كريم وبالصحه والراحه. شوفوا ليا البنات، انا رجعت لكم وريتكم كيفاش كيجيو، ها نتوما شوفوا كيفاش كيجيو. راه كيجيو مع داك الفرماج والزيتون داكشي، راه كيجيو معلكين وزوينين من الداخل وبالصحه والراحه. وما تنساوش تفعيل الجرس وابوني وبالصحه والراحه، وتبقاو على خير.